صباح الخير ونستهل النشرة بالعناوين. إصابة مستوطنين بجروح في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. المنفذ ينجح في الانسحاب وقوات الاحتلال تستنفر. بلينكن يعلن تعرض موكب دبلوماسي أمريكي لإطلاق نار في السودان. والجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية. توقيف زعيم النهضة في تونس راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، والحركة تطالب بالإفراج الفوري عنه وتصف الخطوة بالتطور الخطر. بوتين يتفقد مقر قيادة العمليات العسكرية في خيرسون ولوغانسك ويشدد على أن مهمة القوات ستكون لفترة وجيزة يتخللها عمل دقيق. أصيب مستوطنان بجروح في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. هذا وذكرت مواقع فلسطينية أن المنفذ نجح في الانسحاب فيما فرضت قوات الاحتلال طوقا في مكان العملية. المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام. ناصر صباح الخير، ما الذي جرى هذا الصباح في حي الشيخ جراح؟ ماذا توفر من تفاصيل عن عملية إطلاق النار التي جرت؟ صباح الخير أحمد. عملية جريئة ومباشرة نفذها شاب في قرب الشيخ جراح، كان يستقل مركبة ومعه سلاح من نوع كارلو. أطلق النار على سيارة للمستوطنين هناك ثم غادر المكان. أصيب مستوطنان بالرصاص بشكل مباشر وظل يقود السيارة حتى التقيا بدورية شرطة ثم انهاران، تم نقلهما للمستشفى. القوات كبيرة من الاحتلال فشلت في إلقاء القبض عليه. الكاميرات نشرت صورة لمشتبه، وطلب من جمهور المستوطنين مساعدة الشرطة في حال تم مشاهدته في أي مكان خشية من تنفيذ عملية ثانية. وعثر في المكان على سلاح من نوع كارلو. العملية أربكت الاحتلال، وخصوصا أنه إطلاق نار، وخصوصا في الشيخ جراح، وخصوصا رغم كل هذا الانتشار الكثيف غير المسبوق لرجال الشرطة والجيش في القدس. وطبعا مثل كل مرة تخشى قوات الاحتلال أن يعاود المنفذ الكرة وينفذ عمليات أخرى، لذلك هذا الاستنفار شديد وكبير وملاحقة بجميع وسائل الشرطة. ولغاية الآن وصفت حالة المستوطنين اللذين أصيبا بالرصاص بأنها متوسطة ويتم معالجتهما في المستشفى. شكرا جزيلا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين. أكثر من 280 ألف مصل شاركوا في إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى المبارك، وتوافد عشرات ألاف المواطنين الفلسطينيين لإحياء ليلة القدر في المسجد على الرغم من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تحول دون وصول أعداد كبيرة من المصلين إلى القدس وخاصة من فئة الشباب. وفي غزة أحيت لجنة الأسرى للقوى الوطنية ومؤسسات شؤون الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني داعية إلى أوسع حراك محلي وعربي ودولي دعما لصمودهم. تقرير أحمد غانم.
لحرية الأسرى رفع هؤلاء أصواتهم عاليا في هذه المسيرة التي جابت شوارع غزة إحياء ليوم الأسير الفلسطيني. رسائل دعم وصمود للحركة الأسيرة في وجه السياسات العنصرية المتصاعدة جددت مؤسسات الأسرى تأكيدها مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنكر لحقوقهم. هناك حرب شعواء واضحة تقودها هذه الحكومة اليمينية الفاشية وتصدر الأرعن بن غفير لكي يقود مخطط إجرامي لاستئصال ولقتل ولتصفية الأسرى في داخل السجون، والحركة الأسيرة على ما يبدو في المنظور القريب لن تصمت إزاء هذه الجرائم وسيكون لها موقف حتى بعيد شهر رمضان المبارك وربما تباشر الخطوات النضالية التصعيدية. لجنة طوارئ الحركة الأسيرة دعت إلى إنهاء الانقسام واستنفار وسائل المقاومة كافة ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبت بأوسع تحركات شعبية وسياسية وبرسم برنامج نضالي لدعم الأسرى، موقف ترافق مع تأكيد فصائل المقاومة أن قضية الأسرى في سلم أولوياتها. نقول لهذا الاحتلال الصهيوني لن ينال أسراكم النور ما لم يراه أسرانا الأبطال، ونحذر الاحتلال الصهيوني من مغبة مواصلة عدوانه على أسرانا الأبطال. أكدت المقاومة دائما بأنها لا يمكن أن تتخلى عن أسراها وأن سلاحها سيبقى مشرا في وجه الاحتلال الصهيوني، وإذا تمادى الاحتلال الصهيوني في جرائمه ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية ستكون للمقاومة كلمتها. ونذكر أسرانا. وتواصل سلطات الاحتلال فرض سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنقلات الإجبارية بحق الأسرى فضلا عن حرمانهم الزيارة، سياسات تؤكد الحركة الأسيرة أنها لن تكسر إرادتهم. لا المحكمة الجنائية الدولية ولا حتى مواثيق الأمم المتحدة حدت من جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون سياسات الاحتلال العنصرية بكل إصرار حتى نيل حريتهم. أحمد غنم، غزة، الميادين. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن موكبا دبلوماسيا أمريكيا تعرض لإطلاق نار يوم أمس في السودان، وبعد محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبعة أعلن بلينكن أن إطلاق النار لم يؤدي إلى إصابات، واصفا العمل بالمتهور وغير المقبول. بلينكن كان قد أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات دعم السريع محمد حمدان دقلو، حيث شدد على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان أمن وسلامة المدنيين والدبلوماسيين. كما تعرض سفير الاتحاد الأوروبي في السودان أيدون أوهارا لاعتداء في منزله في العاصمة الخرطوم وفق ما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيف بوريل. وفي تغريدة ندد بوريل بالأمر واصفا إياه بالانتهاك الفاضح لمعاهدة فيينا، وشدد على أن أمن المقر الدبلوماسية وطواقمها من المسؤوليات الأساسية للسلطات السودانية وواجب عليها وفقا للقانون الدولي. القيادة العامة للقوات المسلحة في السودان دانت ما وصفته بالسلوك الإرهابي لميليشيا الدعم السريع الذي تمثل وفق القيادة في استهداف البعثة الأمريكية ومنزل سفير الاتحاد الأوروبي ومقر برنامج الغذاء العالمي. وفي بيان اتهمت القيادة قوات الدعم السريع باحتجاز أجانب وضباط سودانيين إضافة إلى تنفيذها أعمال سلب لممتلكات المواطنين في ولاية الخرطوم والتعدي على المنشآت الصحية الخاصة وتدمير الطائرات المدنية المرابطة في مطار الخرطوم. قيادة قوات الدعم السريع أعلنت في بيان لها أن جميع قواتها منخرطة في المعارك وتعمل على تأمين المواقع التي استولت عليها من قبضة من سمتهم الانقلابيين، واتهم البيان ما وصفهم بقادة الانقلاب والقوات التابعة لهم بتنفيذ الكثير من الجرائم الوحشية ضد المواطنين الأبرياء، ومن بينها الهجوم على مقر البعثات الدبلوماسية ومقر سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، مشيرا إلى عدم وجود أي قوة للدعم السريع مكلفة تنفيذ اعتقالات أو دخول منازل المواطنين. من جهته دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة القتال في السودان، وقال غوتيريش أنه تحدث إلى البرهان وحميدتي وأنه يتواصل مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وقادة المنطقة. أي تصعيد آخر قد يكون مدمرا للبلد والمنطقة،
أحث كل من له تأثير في الوضع على استخدامه من أجل قضية السلام لدعم جهود إنهاء العنف واستعادة النظام والعودة إلى مسار الانتقال. كان الوضع الإنساني في السودان محفوفا بالمخاطر بالفعل، وهو الآن كارثي. أدين سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني واستهداف ونهب المباني، وأذكر جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك ضمان سلامة جميع موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها والعاملين في مجال المساعدة الإنسانية. إلى تونس، حيث أوقفت فرقة أمنية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وبحسب المصدر فإن الفرقة الأمنية فتشت منزل الغنوشي وحجزت كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية. وأضاف المسؤول أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان قد أدلى بها حتى اتخاذ الإجراءات بخصوصه. وكان الغنوشي قد قال أن الانقلابات لا يحتفى بها بل ترمى بالحجارة. جاء ذلك خلال اجتماع لجبهة الخلاص الوطني دان خلالها الغنوشي مؤيدي ما سماه الانقلاب في تونس. انقلابات لا يحتفى بها، انقلابات ترمى بالحجارة، لأن أشد المنكرات هو الاستبداد، لأن النخبة التونسية وقطاع كبير منها احتفى بالانقلاب. هذه فضيحة ينبغي أن لا نتساهل معها وأن لا نمارس معها يعني السماحة، ينبغي أن تدان بشكل. ولذلك أعتبر أن النجاح أن ما حققته الجبهة هو نجاح، لأنه فيه تجاوز لهذه الإعاقة. تم إعاقة في تونس، هي إعاقة فكرية إيديولوجية لا يمكن، هي تؤسس في الحقيقة للحرب الأهلية. حركة النهضة طالبت بإطلاق الغنوشي فورا والكف عن استباحة الناشطين السياسيين المعارضين. وفي بيان وصفت النهضة اعتقال الغنوشي بالتطور الخطر البعيد عن احترام أي إجراءات قانونية، داعية من سمتهم الأحرار في تونس إلى الوقوف صفا واحدا في وجه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولإعراض السياسيين المعارضين على حد تعبير البيان. جبهات الجيش السوري مع قصد شهدت توترا هو الأول في نوعه منذ سنوات، فقصفت قصد مواقع للجيش السوري في دير الزور ردا على تصعيد ضد القوات الأمريكية في المنطقة، ما يفتح الباب أمام تغير في واقع الجبهات شرق الفرات. تقرير رضا الباشا. ترقب حذر يخشى أن ينكسر، هدوء حكم الجبهات على ضفتي شرق الفرات وغربه لسنوات. فرضت التفاهمات نفسها بقوة على جبهات الجيش السوري وقسد شمال شرق سوريا. تداخلت نقاطهم العسكرية وانتشر الجيش السوري لمواجهة تمدد تركي شمال البلاد. هدوء لربما تبدده مساعي واشنطن لخلط الأوراق في سوريا. طبيعة الحدث الذي حصل في قرية حطلة في ريف دير الزور الشمالي هو عمل فردي كما عبرت عنه قسد في بيانها، وهي الحريصة كما هو الجيش السوري حريص على أن لا يحصل هناك أي صدام بين الطرفين، ويراهنان على إيجاد تسوية واتفاق كامل حول منطقة الجزيرة السورية. إلا إذا كان هذا العمل الفردي وفق التحقيقات ممكن أن يظهر ذلك هو من تدخل أمريكي. تزايد عمليات استهداف القواعد الأمريكية شرق الفرات يفتح الباب أمام تحرك أمريكي لتحريك واشنطن أذرعها في قصد لضرب استراتيجية عدم الاشتباك مع الجيش السوري. بيان للأخيرة أكدت فيه قصفها مناطق خاضعة للجيش السوري ردا على قصف استهدف القواعد الأمريكية، قذائف صاروخية حملت بصمات واشنطن وأطلقتها قصد. أعتقد أن الولايات المتحدة أرادت قصد برأسين، رأس الأول كي تؤثر على المحور الإيراني، والمحور الثاني أيضا برأسين، محور مع تركيا ومحور ضد تركيا.
نتمنى على قسد أن تثبت أنها شجاعة وتفكر بالوطن الذي موجودة على أرضه وعاشت في كنفه. قبل 5 سنوات ارتكب الأسايش في قوات سوريا الديمقراطية مجزرة بحق جنود سوريين، وقد ثبت دور أمريكي في الحادثة التي غابت لسنوات قبل أن تعود اليوم على نحو آخر. قيادة قسد تتبنى قصفا ببيان رسمي وتفتح تحقيقا بحادثة أخرى، ما يطرح مجموعة تساؤلات عن مدى تمكن قسد من الحفاظ على جبهات هادئة مع الجيش السوري. رضا الباشا، حلب، الميادين. فصل قصير ونتابع بعده النشرة. أهلا بكم من جديد. تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر قيادة مجموعة دنيبر العسكرية في منطقة خيرسون ومجموعة فوستوك في لوغانسك. ووفق الكرملين فإن بوتين اطلع على التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من القادة العسكريين، وطلب أبدأ رأيهم بشأن الوضع في اتجاهات خيرسون وزاباروجيا. وشدد بوتين للقادة العسكريين على أن العمل في المنطقة يتم لفترة وجيزة لكن بشكل دقيق. وزراء خارجية دول مجموعة السبع حذروا من أن الدول التي تساعد روسيا في حربها في أوكرانيا ستدفع أثمانا باهظة. وفي بيان صادر عنهم أعلن المجتمعون تكثيف العقوبات ضد روسيا، محذرين الأطراف الثلاث من مواجهة دفع أثمان باهظة في حال لم يوقفوا تقديم المساعدات لها بحسب البيان. رأى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ أن اليمن الغارق في الحرب لم يشهد منذ 8 سنوات فرصة جادة لإحلال السلام كهذه، وأكد في مداخلة عبر الفيديو أنه ما زال هناك الكثير لفعله على هذا الصعيد. بعد عام من الاتفاق على هدنة برعاية الأمم المتحدة يمر اليمن مرة أخرى بمنعطف. الهدنة واصلت تحقيق نتائج رغم أن مفاعيلها انتهت قبل 6 أشهر، والطرفان منخرطان في الخطوات التالية. أعتقد أننا لم نشهد منذ 8 سنوات مثل هذه الفرصة الجادة لإحراز تقدم نحو إنهاء هذا النزاع، والبيئة الإقليمية المشجعة ستعزز جهود السلام. نظم الفرنسيون في تظاهرات في مختلف المدن تزامنا مع كلمة للرئيس إيمانويل ماكرون، معربين عن عدم رضاهم عن قانون إصلاح الرواتب التقاعدية الذي وقعه ماكرون. ورأى المتظاهرون أن الحوار مع الرئيس لم يعد ممكنا، حيث اجتمعوا في ساحات مدن متعددة وعملوا على قرع الأواني بالملاعق رفضا لخطاب ماكرون. ماكرون رأى في خطاب وجهه إلى الفرنسيين أن إصلاح نظام التقاعد ضروري لبلاده، وقال إنه يشعر بغضب الفرنسيين الذين تظاهروا ضد هذا التعديل. الحل لم يكن في خفض رواتب التقاعد، ولم يكن في رفع المساهمات الاجتماعية للعاملين، ولم يكن بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه، لأن ذلك يعني تراكم الزيادات في العجز وتزايد الديون للأجيال المقبلة، وبالتالي هذا الإجراء كان ضرورياً. وفور انتهاء الرئيس الفرنسي من خطابه، سارعت زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا مارين لوبان إلى القول إن ماكرون يمارس السلطة بطريقة انفرادية وسخيفة على حد قولها، بينما رأى زعيم اليسار جون لوك ميلانشون أن الرئيس منفصل عن الواقع تماما. بدوره حضر الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل لوران بيرجي من النقمة الشديدة في أوساط العمل، مستبعدا أي استئناف للمحادثات مع ماكرون في المستقبل القريب. العاصمة العراقية بغداد احتضنت فعاليات مهرجان القدس الدولي للشعر العربي في دورته الثانية بحضور جماهيري حاشد. تقرير محمد الفهد. بغداد تنشد للقدس هو عنوان مهرجان القدس الدولي الثاني للشعر العربي،
قصائد ومقطوعات وطنية ووجدانية نلقاها كبار الشعراء العراقيين تغنت بفلسطين وقدسها وشعبها الصامد والمقاوم للاحتلال. لم تنقطع المهرجانات والندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تحشد الذهن والروح والقلب للوقوف مع القدس الحبيبة التي تستحق منا كل شيء. لا يمكن أن ننسى القدس، هي في أرواحنا وفي فكرنا وفي أشعارنا وفي قصائدنا وفي أحلامنا. الارتباط الروحي والثقافي والاجتماعي بين الشعبين العراقي والفلسطيني لم ينقطع وصاله منذ عقود، حيث التضامن والحضور الميداني في مناسبات عديدة منذ بدايات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. فما هذا المشهد سوى صورة عن ثبات أبناء الرافدين على عهدهم في دعم القضية الفلسطينية بالوسائل كافة. ليس غريبا أن نرى الشعب العراقي يتفاعل بهذه الضخامة وبهذه الفاعلية، بحيث يكون نشاط في كل مكان في العراق دعم لفلسطين، لأنه يؤمن أن قضية فلسطينية وصراع ملكي صهيوني هو صراع كل المنطقة وليس صراع فقط للشعب الفلسطيني. مؤسسة القدس الثقافية في العراق التي تنظم فعاليات مهرجان القدس الدولي للشعر العربي تقول إن أصداء هذه الدورة الثانية كانت واسعة وإيجابية لكونها تزامنت مع فعاليات يوم القدس العالمي. للقدس وفلسطين صدحت حناجر الشعراء بقواف جملت سطور الشعر لتكتمل صور الثبات على الموقف وانتزاع الحقوق المغتصبة ظلما وعدوانا. هكذا هي بغداد، لا تغادر هموم العرب والمسلمين قلبها على مر التاريخ. محمد الفهد، بغداد، الميادين. تقديم وجبات الإفطار عادة منتشرة في كل المناطق الإيفوارية، فالمساجد في الكوت ديفوار تستقبل الجميع مسلمين وغير مسلمين على موائد الشهر الكريم. تقرير علي يجتمع فيه أعيان المجتمع الإيفواري المسلم لإحياء شعائر شهر رمضان المبارك. وبالتزامن مع الشهر الكريم تبدأ مساجد المنطقة باستقبال التبرعات العينية من الطعام لاستضافة الصائمين عند الإفطار. في مختلف المساجد ومع غياب الشمس يأتي وقت الصلاة، ثم يفطر الصائمون في ضيافة الرحمن. أود أن أقول شكرا لكل الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخير في هذا الشهر ويفكرون فينا. أنا أنهيت عملي للتو وجئت إلى مسجد المغربي في يوبوغون، فوجدت الطعام والشراب وأفطرت هنا كأنني في المنزل. هذه هي قيم الإسلام الحنيف. منذ بداية هذا الشهر الكريم والبركة تحل علينا، وإن شاء الله سننهي الشهر في ضيافة الله. أسأل الله أن يعطينا القوة لإرضائه في هذا الشهر. في مجمل البلاد تبلغ نسبة المسلمين نحو 33%، لكن إن جلت على المساجد في يوبوغون وحدها تجد أنها تستقبل الجميع مسلمين وغير مسلمين، يجلسون جنبا إلى جنب وقت الإفطار. ليس المسلمون فقط من يأتون إلى المسجد عند الإفطار، بل كل من يريد أن يأكل يستطيع المجيء. هذا شهر الله والجميع مرحب به. منذ 20 عاما ونحن في المسجد نشجع الأهالي في الحي على تقديم الطعام ونقوم باستضافة الجميع عند الإفطار. لأنه شهر الله تأبى المساجد في الكوت ديفوار أن يمر يوم من شهر رمضان الكريم من دون تقديم وجبات الإفطار للجميع. هي عادة منتشرة في كل المناطق الإيفوارية تقريبا، جعلت المساجد في شهر رمضان مقصدا للمسلمين وغير المسلمين وقت الغروب.
علي مرتضى، أبي جعفر، الميادين. وإلى التذكير بأبرز العناوين. إصابة مستوطنين بجروح في عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. المنفذ ينجح في الانسحاب وقوات الاحتلال تستنفر. بلينكن يعلن تعرض موكب دبلوماسي أمريكي لإطلاق نار في السودان، والجيش وقوات الدعم يتبادلان الاتهامات بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية. توقيف زعيم النهضة في تونس راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، والحركة تطالب بالإفراج الفوري عنه وتصف الخطوة بالتطور الخطر. بوتين يتفقد مقر قيادة العمليات العسكرية في خيرسون ولوغانسك ويشدد على أن مهمة القوات ستكون لفترة وجيزة يتخللها عمل دقيق. وللمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.